هنقرب على حد هنقتل اثنين بالظبط. انا فتحت خلاص وعارف الجزء بجد نعم الاثنين واقف. انا بعيد خلاص عنك اهو. لا ما اجيبش مشاكل. لا لا بعيد عنك. انا بعيد. ما انا حصان بعيد. انا مش ما ينفعش. فتحت خلاص مش هينفع اقفل. لا 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 خلاص انا خلاص اقفل. يعني من زي ما شايفين حضراتكم نزول المركب للبحر من على ناس تجويل ميديا. هنسلم بحضراتكم نزول المركب البحر الاول زي ما شايفين حضراتكم اكبر ورشه على مدينه الغردقه. اللودر دلوقتي هيسحب المركب ميه. خلال دقائق سيتم سحب المركب للميه ودفعها للميه. زي ما انتم شايفين حضراتكم دي اقدم ورشه في مدينه الغردقه لتصنيع واصلاح المراكب. مراكب الصيد ومراكب سياحية تم إنشائها في الثمانينات. دي المركب المضرب اللي هتنزل المية. طولها 25 متر. هتنزل لحضراتكم الميه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الله اكبر.
تم سحبها في الامام ساعات بيتم تصنيع المراكب بعضها تطلع الأزق ان هي بيتم تظبطها من الاسفل بعد كده ممكن تنزل مية والعمل داخل المياه بعض المراكب بتصنع من خشب في بعض منها بتصنع من حديد يتم داخل ورشة أو داخل أزق تصنيع وإصلاح المراكب زي ما شايفين حضراتكم المركب نازلة أيات نازل مية سبحان الله سبحان الذي كرم لنا هذا سبحان الله.
لكم المركب الميه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شكرا لحضراتكم. يعني احنا شفنا المركب تنزل ميه، هي دي طريقه نزول المركب الميه، في كرسي تحت منها هيتشال.